السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الخير على الجميع. نتمنى يا رب يومكم كان بأجمل حال، ونتمنى يا رب انه هذا الاسبوع ختامه يكون مسك خاصه بعد العوده بحذر، وخاصه بعد هذا الاسبوع اللي كان يتحدث باكمله عن التكيف الاقتصادي، واحنا كيف نقدر نرجع بشكل امن وبشكل جيد، وحاجه تكون مناسبه لمؤسساتنا. أتمنى نجاحاتكم على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد اللي هو المؤسسي ما نكون بعد العودة للمجال المؤسسي أهملنا شوي ذواتنا أو أهملنا شوي الاحتياجات اللي هي الشخصية اللي هي بالنسبة لنا كرواد أعمال خاصة بداية الأسبوع كنا نتحدث بشكل كبير عن موضوع اللي هو التوازن واليوم حنتكلم عن الإيرادات ويدخل فيها كمان اللي هو أهمية تركيزك على ذاتك أساس أنت تقدر تحقق إيرادات اللي هو جدا عالية معكم أختكم سارة الحربي مستثمرة في مجال التدريب مدربة في المجال الإداري والمالي ومستشارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أعمل من عشر سنوات في مجال التدريب نتمنى أنه هذه الساعة نطلع فيها بكثير اللي هي من الأفكار آه على الأقل لو جزئية اللي هي الإيرادات أو لو جزئية التخطيط للمشاريع اللي هي المستقبلية أو الأفكار المستقبلية ما بعد آه هذه العودة في موجود عندكم خانة آند Q&A نتمنى أنه في إذا عندكم أي سؤال سواء على مجال مؤسساتكم أو على مجال الورشة التدريبية اللي إحنا نقدمها نتمنى نحطها في الـ هذه الخانة وإذا كان في عندكم تأييد أو عندكم معارضة لبعض اللي هي الأسئلة لأني أنا أحب مرة المعارضة في مجال اللي هو الدورات التدريبية لأنه كثرة الاختلافات دائما تنتج ينتج عنها آراء مختلفة أو ينتج عنها اللي هي أفكار جدا مميزة فبمجرد ما نسأل أي سؤال اللي هو معين ويكون عندنا هذه الجزئية نتمنى فعلياً أن إحنا نحطها في خانة اللي هو رفع اليد أو اللي هو الهاتف نبدا على بركه الله في موضوع تنويع مصادر الايرادات للمؤسسات الصغيره والمتوسطه. ليش احنا نتكلم عن هذه الجزئيه او ليش احنا نتحدث بشكل جدا اللي هو اساسي عن الايرادات؟ لا شك انه بمجرد انا بدئي في مجال رياده الاعمال اهم نقطه انا ابغاها مجال اللي هو المال، هذا اول نقطه، احنا يعني مؤمنين او مقتنعين انه جزئيه الشغف جدا مهمه وانك انت ما فتحت هذا البزنس الا عندك ايمان جدا عالي عليه او عندك اللي هو شغف او انت تبغى تبحث عن نفسك او الاستقلاليه او الاعتماد او الى اخره حتى وان كان عندك اكتفاء مالي ففي كثير من الاشخاص يقول لك انا ما فتحت الاستثمار اساس انا والله احقق اللي هو عوائد جدا عاليه، لا انا يهمني انه انا بس اطقطق بحاجه معينه انها تشغل وقتي او تشغل فراغي، لكن انت حتوصل لمرحله معينه اذا ما كان هذا المشروع جالس يجلب لك اللي هو ربح جيد فانت حتوصل الى فقره اللي هو او الى مرحلة اللي هو الإيقاف أو الانطفاء لهذا المشروع لأنه هو مو بجالس يحقق لك إيرادات اللي هي معينة، هل مؤيدين لهذه الفكرة؟ أنه أنا مشروعي الأساسي نحط بس اللي هو الهاند هل مؤيدين أنه فكرة أساس مشاريعنا كلها تعتمد على موضوع اللي هو الأمور المالية ولا في أشخاص لك لا أنا والله عندي الشغف فخلينا نشوف الهاند كيف مع بعض حلو ممتاز بس شخص واحد تخيله هو اللي بس قال أنه الأمور المالية البقية لا عندهم موضوع الشغف إذا عندك موضوع شغف ترى خلاص بقفل اللابتوب وبمشي بس نرفع الهاند، إذا كنا مقتنعين أو مؤمنين أنه أهم نقطة في مجال اللي هو الاستثمار عندنا، بغض النظر عن اللي هو الهدف الأساسي اللي موجود عندك، الامور الماليه حلو ممتاز جدا رائع كذا التفاعل مش اللي هو معنا لان احنا نبغى دورتنا التدريبيه او او محاضراتنا في هذه الساعه نبغاها تكون اكثر تفاعل الشغف اللي هو والمال اريج تقول لك اللي هو لا احنا دائما نقول دوافع العمل او دوافع رياده الاعمال او دوافع اللي هو الاستثمار اربعه اشياء اول نقطه فيها الدافع المالي ولا يقبل ابدا إعادة اللي هو الترتيب، ليش؟ لأنه أنا لما أدخل في أي مجال حتى وإن كان اللي هو المجال خيري على فكرة، يعني أنا دخلت مثلا سويت لي جمعية خيرية أو سويت لي لجنة أو سويت لي إلى آخره، هذه الجمعية تحتاج مصادر إيرادات عشان تقدر تمشي نفسها، أنا صعب إنه أنا كل مرة بضخ اللي هي عليها أموال، فأتذكر في أحد المرات كنت أعمل في زي اللي هو الأكاديمية التدريبية مجانية، كل خدماتها مجانية اللي هي للمجتمع. وش كان سبب ايقافها بعد كم تقريبا بعد ثلاث سنوات او اربع سنوات قالوا انه ما فيها ارباح معينه طب اساسا انتم حاطينها ربح يعني مجانيه حاطينها مجتمعيه حاطينها مسؤوليه بس يقول لك لازم يكون في عندي ايرادات على الاقل غير ماديه تقدر تخلي المشروع يمشي بمفترض انه يكون في دعم مثلا من الجهات اللي هي الحكوميه او دعم اللي هو من اصحاب اللي هو او رجال اللي هو الاعمال بحيث انها تقدر اللي هو تمشي نفسها لاني انا ما اقدر كل مره انا اضخ اموال اللي هو فيها بشكل اللي هو جدا عالي، لذلك احنا دائما نقول في اي استثمار لازم يكون عندي الدافع الاول عشان تمشي الاكاديميه صح بالضبط، الدافع الاول المالي الدافع الثاني المهني وهذا لازم انت تعرفه كرائد اعمال اللي هو بشكل جيد يعني انا وش دوري في هذه المنشاه اللي انا اسستها هل دوري اني انا بكون المدير ولحم المحاسب والمسوق والعلاقات العامه والى اخره هنا بتضيع فعليا عندك اداره اللي هي الامور الماليه فلما تكون انت اساسا ماسك جزئيه التخطيط على حسب التخصص اللي انت موجود فيه او على حسب مهاراتك اللي انت موجود فيها، فلما اكون مثلا بتكلم عن نفسي يعني، انا مثلا كساره قوتي مثلا انا اعتبرها انها في مجال اللي هو التدريب، لو امسك جزئيه الاداره حيضيع عندي مصدر الايرادات اللي هو الاساسي، ليش؟ لاني طول الوقت بفكر في الخطط والتسويق والاستراتيجيات والاشياء اللي هي الموجوده، فالمهنه الاساسيه او البوزيشن الاساسي اللي انشات عشانها المشروع ضاع فهذه القيمة اللي هي بالنسبة لي. فدائما انت في مجال اللي هو الاستثمار عشان تعرف وين مصدر الايراد اللي هو بالنسبة لك، اعرف وش المسمى الوظيفي اللي هو الخاص فيك. اذا حسيت ان مسماك الوظيفي اللي هو الفني ضاع مع زحمه الامور الاداريه لابد اني انا اتوجه اني انا اجيب لي مدير تنفيذي هو اللي يمسك العمليه كامله اللي هي الاداريه او يمسك العمليه التشغيليه وانا اتخصص بالامور اللي هي الفنيه، سواء كنت مبرمج او مصمم، مصمم ديكور او مصمم جرافيك او الى اخره، لابد اني انا اتخصص في هذه الجزئيه بشكل اللي هو عليه، بعدين بعدها يجي اللي هو اساس انا انوع مصادر ايرادات اني اهتم في الجوانب الاجتماعيه او في الدوافع الاجتماعية للمجتمع لا تبيع شيء أنت مقتنع أو أنت مؤمن أنه من وجهة نظرك أن هذا الشيء جيد وأنه ممكن فعلياً يحقق الإيرادات هل المجتمع فعلياً يبغى هذا الشيء؟ يعني لما أنا إحنا نتكلم عن مجال مثلاً البيع اللي هو الكتب او بيع مثلا اللي هي الدورات اللي هي التدريبيه او مثلا منتجات اللي هي معينه اللي هي صديقه البيئه والى اخره، هل فعليا المجتمع يحتاج هذا الشيء او انا مؤمن انه الناس تبغى هذه النقطة، فهنا لابد احط في عين الاعتبار انه دائما حاجات المجتمع وسد احتياجات المجتمع قبل سد احتياجاتي وقبل شغفي انا. اخر نقطة تجيني على اساس انا ازيد اللي هي الايرادات انه يكون عندي الدافع الرابع اللي هو الدافع الذاتي والشغف، طبعا كل ما كان الشغف عندك عالي مو معناته انه هو جزئية الرابعة او النقطة الرابعة معناته انه هو غير جيد، لا هو جيد ومهم بالنسبة لنا. لكن ما يعتبر اللي هو بالمقام الاول في موضوع اللي هو الايرادات، هذه كانت مقدمه بسيطه عن انه انا كيف اقدر اللي هي اعرف اهميه الايرادات اللي هي بالنسبه لي ولمشاريعي، فنقول احنا الدوافع كل الاربعه هذه تنصب في مصلحه اللي هي الايرادات بشكل جدا كبير. محاورنا حتكون لطيفه جدا وبتتكلم عن كثير اللي هي من النواحي سواء كيف انا اقلل الخسائر اللي موجوده عندي او انا كيف ازيد اللي هي الايرادات، واحنا دائما نقول كل مشروع يختلف عن اللي هو الآخر. فإحنا راح نتكلم عن المفاهيم، أو راح نتكلم عن الأساسيات، وكل واحد يقدر يطبقها اللي هو على منشأته. فلو كانت الدورة عندنا أكثر اللي هو من 45 دقيقة، أو لو كان عندنا اللي هو الحضور المباشر أو اللي هو النقاش لمدة طويلة نقدر نتفرع له على حسب القطاعات اللي موجودة عندنا ونقدر اللي هو نبتكر في كثير اللي هي من مصادر إيرادات لكن إحنا راح نتكلم عن الجزء اللي هو النظري وعلينا إحنا نربطه اللي في العملي ممكن إنه تتفاعلوا معي في الكيو أند أي ممكن على طول مباشرة إحنا نقول إيه أو لا هذه النقطة جيدة فأول نقطة لابد أني أنا أحطها في عين الاعتبار قبل أن أنا أدخل في موضوع الإيرادات وكثير أنا أسمعها خلال هذه الفترة أنه إحنا دخلنا في خسائر اللي هو جدا عالية أو دخلنا في خلينا نقول أعباء مالية فيدوب إحنا نبغى الآن نغطي الخسارة عشان إحنا نقدر ندخل اللي هو على جزئية الربح طيب كيف انا اقدر اطلع من الجزئيه هذه؟ يعني ممكن في منشات عندنا هنا ما تضررت مثلا من الموضوع اللي هو الجائحه اللي موجوده عندنا، وفي اشخاص يقول لك لا بالعكس انا تضررت اللي هو بشكل جدا كبير، فراح ناخذ اللي هي بس اربع نصائح بسيطه جدا وسهله، قبل لا انا افكر اللي هو في موضوع الإرادة لو كنت انا خسران، كيف اني انا اقدر اخرج من هذا الموضوع قبل لا انا ادخل على موضوع الايرادات. اول نقطه دائما وابدا في اي مشكله اداريه، احنا ما راح نتكلم عن الوضع اللي هو العام لانه كثره الحديث عن الوضع العام ممكن احيانا تكون ممله اللي هي بالنسبه لنا احنا كرواد اعمال انه خلاص حفظنا هذا الكلام، نفتح تلفزيون نشوفه، نفتح تويتر نشوفه، صار عندنا برود في هذا الموضوع. اوكي عادي جدا احنا مقتنعين بهذا الموضوع بس انا عشان ازيد ايراداتي لازم انا اكون واقعي. فدائما يقول لك انه دائما رائد الاعمال ننصحه انه يكون ايجابي ومتفائل والى اخره. الايجابيه لا تعني عدم الواقعيه ولا تعني الخيال المفرط ولا تعني الاحلام الورديه، الواقعيه اني انا امشي بحاجه اسمها الامور الكميه، كيف الامور اللي موجوده عندي؟ هل المال عندي فعليا متساوي؟ هل الانتاجيه عندي جيده؟ او لا فلذلك دائما اقول لك انت كرائد اعمال لا تكون ايجابي مره ولا تكون سلبي مره خلك واقعي خليك وسط لا تجي وتلطم وانا خسرت وانا ما اعرف ايش والى اخره ترى بمجرد ما تروح لاي شخص وتقول له انا خسران في هذا الجائحه ترى وش بيقول لك ترى كل خسران احمد ربك في مشاريع كثيره اعلنت افلاسها في الى اخره شركات عظمى فعليا اعلنت افلاسها في هذا الموضوع فاحنا دائما نقول كن واقعي والواقعيه بتساعدك انك انت تتعافى من هذه اللي هي الفتره سواء اداريا او سواء اللي هو كان عندي من الجزئيه اللي هي الماليه ممكن نحتاج في بعض الشركات طبعا هذا نظريه ما تعمم اللي يقول لازم انت تاخذ سنه الى سنتين عشان انت تتعافى من هذه الازمه لا هي بناء على حسب نشاطك وعلى حسب اللي هي الامور الماليه اللي انت فعليا فقدتها في هذا الجانب. نقطة رقم اثنين مهمه عندنا سرعه اتخاذ القرار فيما يتعلق بالموظفين. الموظفين عندك هم سر من اسرار نجاحك يمكن مش الامس قبل الامس تكلمنا عن موضوع اللي هو فريق الاحتراف وقلنا انه فريق العمل هو من اهم من اسرار الايرادات اللي موجوده عندك خاصه لما يكون فريق العمل مبني على اسس وعلى قواعد سليمه اكثر من 15 عنصر تكلمنا عنها قلنا انه في نقطه كثير مهمه بالنسبه لفريق العمل انه يكون عنده علاقات واسعه وهذه النقطه حتنجحني كثير في موضوع انه انا اخرج من هذه الازمه لو صار في عندي مشكله مثلا في الموردين او صار عندي مشكله في التسويق او صار عندي مشكله في الرواتب فأنا أقدر أتفاوض معهم في هذا الموضوع فأنت اتخذ القرار بما يخص الموظفين سواء في تسريح الموظفين أو في الاحتفاظ فيهم عشانك وعشانهم يعني هم يقدرون يروحون يشوفون لهم مكان أفضل وإلى آخره لأنه دائماً أنت كرائد أعمال متى ما حطيت مصلحة الجميع في عين الاعتبار وأصلحت فعلياً نيتك في هذا الموضوع صدقني حيبارك ربي في عملك بشكل اللي هو جدا كبير، فانت ما انت قادر انك تحتفظ في فريق العمل مباشره على طول لهم احنا نعتذر ممكن ترسل لهم اللي هو عقد جديد اللي هو عقد الكتروني وتضع اللي هي فيه البنود وطبعا لازم يكون مبني على العقد اللي هو الاساسي اذا كان في شهر انذار وخلافه على حسب عقودك اللي هي الوظيفيه فممكن انا اقول لهم ترى هذا العقد الجديد اللي موجود عندي ويتطلب كذا 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 من هذه الامور اذا انتم موافقين عليه كان بها او احنا ننتظر لحد اللي هو الرجوع آه الميداني او ممكن انه احنا نستمر اللي هو في العمل عن بعد فهذه نقطه كثير مهمه اللي هي في موضوع اللي هو الخروج من خساره عشان انا ازيد اللي هي الايرادات اللي موجوده عندي نقطة رقم ثلاثة أو نصيحة رقم ثلاثة دائماً كن منفتح يعني آه دائماً حنقول التواصل او العلاقات اهم نقطه لا تنغلق على نفسك داخل هذا خلينا نقول داخل هذه الجائحه او داخل هذا المشاكل الموجوده عندك بنبعد شوي اللي هو بحاول قد ما اقدرني انا اقلل كلمه اللي هو هي كورونا بس انه شويه واقعيه يعني في في التدريب انا خلينا نقول في اي مشكله لا تحاول انك تتقوقع حول نفسك كثرة التواصل مع الآخرين سواء مع موظفينك أو مع عملائك أو مع الموردين عندك مثلا أعباء مالية ما تقدر تسدد عادي زي السلام عليكم بروح للمورد سواء كان المؤجر بالنسبة لي أو الاتصالات أو البنوك أو, أو مثلا الخدمات اللوجستية أو اللي أنا أخذ منهم بضائع عادي جدا وأنا أقول لهم ترى أنا أمر بفترة باعتبار أنه أنا عميل بالنسبة لهم دائم وشريك نجاح بالنسبة لهم ممكن أنه أنا أقول لهم ترى أنا ما عندي أبدا إمكانية أنه أنا أسدد هذا الشيء فممكن أنا أخذ منكم على أقساط اللي هو معينة أو ممكن اللي هي تنازلات حسب اللي هو التفاوض بينك وبينهم لذلك أول نقطة في موضوع أو في نصيحة اللي هو كم مفتحا التواصل عندك جيد ترى في زيادة الإيرادات مهارة التفاوض مع الآخرين كثير مهمة في هذا الأمر طبعا هي بتفتح لك باب اللي هو كبير سواء مع العملاء الداخليين أو العملاء اللي هم الخارجيين نصيحه رقم اربعه وكثير مهمه بالنسبه لنا عشان انت تقدر تنتقل اللي هي من نقطه الخساره الى نقطه اللي هي الايراد اعتني بنفسك جيدا بشكل ما تتخيله لما انت تهتم بنفسك بمزاجيتك او نفسيتك او صحتك البدنيه او النفسيه حتفرق عندك بشكل اللي هو جدا كبير. نرجع نقول احنا لما خذينا يوم الاحد عن موضوع اللي هو التوازن في رياده الاعمال او التوازن في حياه ريادي الاعمال اهم نقطة قلناها يمكن كررناها اكثر مرة انه الترفيه الترفيه الترفيه، مو مقصود في الترفيه انه انا اقعد 24 ساعة موجود على الجوال والعب لا بس المقصد انه انا اخذ لي جزء من وقتي ما يكون كله على العمل، طب اوكي انا قعدت طول الوقت وانا عندي مشكلة معينة، طول الوقت وانا مقفل على نفسي الباب وطمو إلى اخره وعندي هذه المشكلة، هل بتنحل؟ اطلاقا لا، فانا لما اخذ جزء افك شوي عن جو اللي هو العمل اشوف لي اي حاجه اي موفي مفيد احنا دائما نقول افلام مفيده اذا انت اخترت الافلام اللي هي فعليا مناسبه اللي هو لك فإذا اذا شفت موفي مفيد مثلا على مجال قصه اللي هو نجاح او قصه شركه او الى اخره ابخرج بكثير اللي هي من الاستراتيجيات للإدارة اللي موجوده عندي في اشخاص يرون انه ترفيههم في قراءه الكتب في اشخاص يشوفون انه متابعه مثلا التلفاز او الجلسه اللي هو مع العائله او ممكن في اشخاص يلجؤون الى النوم ويقول لك انا هذا بالنسبه لي اكثر اللي هي نقطه مهمه وفي بعضهم الاكل وخلافه، فكل ما اعتنيت بنفسك وعرفت وش الاشياء اللي ممكن فعليا انها تجلب لك السعاده او ممكن اشياء تريحك كثير انت تقدر تفكر في موضوع الايرادات بشكل هو جيد. وش هي الايرادات؟ الايرادات في عندنا كذا تحت خط مره مهم بالنسبه عندنا اللي هو باللون الازرق الدخل قد يكون مادي وقد يكون اللي هو معنوي بالنسبه لي فممكن الدخل المادي اللي هو متعارف عليه زي التعريف اللي قدامكم انه الاشياء اللي انا يعني اخذها والاشياء اللي تدخل اللي هو على المؤسسه بناء على بيع المنتجات اللي موجوده عندي فانا بيع المنتجات في اللي هو او ضرب السعر هذا تعتبر ايرادات بالنسبه لي لكن في اشياء ثانيه ممكن تعتبر بالنسبه لي ايراد سمعه الشركه تعتبر ايراد من الاصول اللي هي المعنويه بالنسبه أو رجعت رأس مالها، فأنا لما أبيعها هذه تعتبر بالنسبة لي هو لي أرباح، أياً كانت نوع الأجهزة اللي أنت تستخدمها، إذا حسيت إن أنت الآن ما هي جالسة تعطيك اللي هو النتيجة أو الأرباح اللي هي المعينة اللي موجودة عندك، لنفترض إنه أنا عندي مطعم معين، وعندي مثلاً مشين اللي هو للعصائر أو للكوفي. فانا خلاص يعني بعت منه اللي هو كثير اللي هي من الكميات واستفدت منه بشكل جدا كبير لكن حاليا انا ما احتاجه ممكن لما انا ابيع هذا المشين اللي ما عاد احتاجه نهائي ولا اشوف انه مثمر اللي هو بالنسبه لي او يعطيني اللي هو ارباح جدا عاليه انا لما ابيع بعد ما اطلع راس ماله هذا يعتبر اللي هو بالنسبه لي من الايرادات اللي ممكن انا استفيد منها داخل اللي هي المنشاه خلنا ناخذ ليش احنا لازم ننوع اللي هي الايرادات، يعني في اشخاص يقول انا ما انشات هذه المؤسسه او هذا الـ الـ الكيان الا لغرض معين، عندي أه هدف معين انه انا اتخصص في هذا المجال. التخصص جميل ورائع جدا والاشخاص اللي عندهم ذو الخصوصيه عاليه مثلا لو كنت انا في مجال مطاعم وتخصصت في مجال اللي هو الاكلات الصحيه مره جميل. بس لازم انا انوع من مصادر ايرادات ما يكون عندي نقطه انه انا بس الاكل الصحي هو اللي عندي المصدر الوحيد لانه هذا بيدخلني في مخاطره جدا عاليه فمعناته لما يكون في طلب على هذا المنتج انا مبسوط لما ما يكون في طلب ما يكون في وعي من المجتمع لهذا المنتج معناته انه انا دخلت فيه خساره اللي هو جدا كبيره فليش احنا ننوع مصادر اللي هي الايرادات بالنسبه لنا اول نقطه توقف المبيعات وتوقف المبيعات دائما طبعا انا اتمنى انه انتم تسوون كابتشر للـ للـ للشاشة اللي موجودة لأنه بالغالب أنا ما أقرأ جميع الموجود أشرح بحسب الأشياء اللي أعرفها من المجال اللي هو خبرتي فتوقف الخبرة أو توقف أيام سوري المبيعات دائما مبني على العملاء فكل ما كان عندك قاعدة عملاء قليلة جدا أنت هنا دخلت في مخاطرة جدا اللي هي عالية بالنسبة لنا، فلذلك لابد يكون عندنا نقطة اللي هو زيادة أو العمل بشكل جدا كبير على زيادة قاعدة اللي هي العملاء جدا مهمة. في أشخاص يقول لك سابقا طبعا في دراسة اللي هو قاعدة اللي هو 20% هذول لازم يكونون أساس عندك. حاليا بعد هذه الفترة بعد اللي هو توقف الإيرادات أو اللي هو مش توقف خلينا نقول تأرجح الإيرادات مرة عالية مرة نازلة صرنا في كل اسبوع او في كل شهر لازم عندي 20% من العملاء انا اتمسك فيهم، 20 مره اركز عليهم، مو بس ال20 هذول يعتبرون عندي اللي هم يعني بعد هذه الفتره، مو بالعشرين 20 بس اللي ابغاهم يكونون اللي هم موالين بالنسبه لي بشكل كبير، لا انا ابغى ال100% هذول عندهم ولاء جدا اللي هو عالي بالنسبه لي، ففي كل مره يكون عندي توقف في المبيعات، انا اعرف ان السبب الرئيسي عندي اعتقادي انه خلاص انا عندي عملاء ويعرفوني خلاص وانتهينا، طب العملاء هذول ممكن لقوا منافس افضل، ممكن لقوا بديل افضل، ممكن انهم ما عاد يحتاجون، ممكن عندهم كميات شروها منك اللي هو قبل الضريبه والان هذا الترند اللي هو الحاصل اللي هو بالنسبه لنا فلا بد ان احنا نحط في عين الاعتبار هذه النقطه انه ما بعد تطبيق الضريبه كيف انت ممكن اللي هو تنوع الايرادات فلذلك دائما نقول لا تشعر في الرضا عن وضعك الحالي يعني لا تقول انا والله خلاص كويس ووضعي الى اخره وعملاء يعرفوني هذه كلمه عملائي يعرفوني انا مره اخاف منها بشكل ما تتخيلون كيف كبير أه هذه اول نقطه اللي هي من اسباب اللي هي تنويع الايرادات نقطه رقم اثنين ومهمة بالنسبة لنا الاستفادة اللي هي من المنتجات اللي موجودة عندنا حديثا الآن صاير كل مرة تصير اللي هي فيه ترند زي الآن اللي هو ترند أحد اللي هي الكافيهات اللي موجودة وزحمة وهيصة إلى آخره من هذا الموضوع طب كيف أنا أستفيد من المنتجات اللي هي الجديدة سواء كان في مجال اللي هو التطبيقات أو سواء كان في مجال اللي هو الخدمات الجديدة اللي تقدم سواء من الجهات الحكومية أو من الجهات الخاصة ورح نذكر شوية المنافسين بعد بتعمق اللي هو شوي فيهم في موضوع أو نقطة هي الثالثة فكل أمر يجي جديد على المجتمع أنا لابد أني أنا أستفيد منه عشان أنا أقدر أنوع له الإيرادات لأنه دائماً العملاء يتبعون الموضة اللي هي الجديدة أو يتبعون الأشياء اللي هي الحديثه فيقول لك ممكن انت توفر اللي هو منتج جديد على اساس تجذب العملاء الحاليين او عملاء اللي هم جدد بالنسبه لك ممكن تضيف ترى نقطه يعني ممكن تلقى واحد من موظفينك قل له ابتكر لي في هذا المنتج او طور لي في هذا المنتج او غير لي الباكجينج بس لا اكثر ولا اقل ترى هذه كلها حتى منها بشكل جدا كبير خاصة أنه في عندنا مصانع بما أن نتكلم عن الباكجينج في كثير اللي هي من المصانع في مجال اللي هو التغليف أو في مجال الورقيات ممكن تقدر تبدع لك في هذا الجانب مصدر الايرادات الواحد دائما يوقف او يصرف يصرف الانتباه عن النمو. اذا انا ابغى اتوسع انا ما ابغى اكتفي انه يكون عندي فرع فرعين ثلاثه اربعه خمسه سته، لا انا ابغى اتوسع، انا على الاقل ابغى يكون عندي اكثر اللي هو من مصدر اللي هو دخل موجود عندي، لذلك كل ما كان عندك مصدر دخل وحيد او مؤسسه واحده لعمل اللي هو واحد تصرف انتباهك اللي هو عن النمو، التركيز جميل لكن الأهم منه انه انا لابد يكون عندي مصادر لما اخسر في هذا الجانب انا في عندي جانب ثاني يقدر اللي هو يدعمه، فيقول لك هنا من المهم تجنب اللي هو تركيز الاهتمام على مصدر دخل واحد وانه لابد تخصص لك وقت على الاقل اللي هو يوميا في حياتك يعني عندك 24 ساعه قول ثمان ساعات رايحه نوم او عشر ساعات راح نوم على حسب اللي هو مقدار كل واحد ونومه في عندك ثمان ساعات اللي هو خلينا نقول مصدر الدخل اللي هو الاساسي اللي موجود عندك او مؤسستك اللي هي الاساسيه عندك ثمان ساعات ثانيه هذه ربود انك انت تتصرف فيها يا تخلي يوميا عندك ساعه الى ساعتين لزياده او لقراءه اللي هو شيء اخر او اللي هو الدخول في اسهم او ايا كان اللي هو في مجال الايرادات اللي هي المتنوعه بلس عندك التنويع دائما يساعد على التوسع وهذه تدعم نقطه اللي هي النمو طب كيف انا اقدر اتوسع لما انا امسك البيانات اللي موجوده على مواقع اللي هي التواصل الاجتماعي لما اعرف وش الاشياء اللي الان يحتاجها اللي هي المجتمع لما احدد شرائح عمله جديده هذه كلها أنا أو خلينا نقول لما أتكلم أو لما استهدف اللي هي شرائح متعددة مثلا زي شرائح اللي هو الأطفال والمراهقين وكبار السن والى آخره، فلما أنوع في منتجاتي أنا بيساعدني هذا على التوسع اللي بشكل جدا كبير. كيف تحولت المخاطر إلى فرص اللي هي لزيادة الأرباح؟ وهذه من الأشياء اللي ساعدتنا كثير في هذه الفترة على موضوع اللي هي زيادة الإيرادات. خلنا ناخذ اول حاجة مخاطر سلاسل التوريد في احد اللقاءات سمعتها مالك للمطعم اللي هو مختص في الافطار سعودي يقول انه انا لما كان عندنا اللي هو الفترة العادية يعني اللي هي الفترة الطبيعية كان عندنا دائما موردين وياخذ اللي, اللي هو اسعار منك اللي هو جدا عالية او اللي هو الخدمات اللوجستية مثل اللي هي ابليكيشنات التوصيل وخلافه يقول فعليا كانوا ياخذون من النسبه اللي هو جدا عاليه بس انه خلاص يعني الجود في الموجوده هم اللي موجودين عندنا. لما صار الانقطاع في هذا الموضوع يقول قعدت ابحث عن وش الحلول البديلة اللي ممكن أنا أسويها عشان أنا ما يتوقف العمل اللي موجود عندي يقول وجدت موردين أفضل لأنه سابقا أنا كنت ماسك مورد واحد وهو اللي اسمه ترند وإلى آخره فلاحظ أنه في كثير من الأسماء البارزة سقطت فعليا خلال هذه الفترة فقلت لقيت موردين أفضل بدل ما أنا متمسك في المورد اللي هو السابق اللي موجود عندي ممكن أنه أنا اكون مورد لنفسي ممكن انه انا اصنع لي اللي هو اسطول خاص اللي هو في الخدمات اللوجستيه اللي موجوده عندنا، ولما نتكلم عن اسطول احنا ما نقصد فيه ان انت تجيب سفن وسيارات وطائرات والى اخره، لو تجيب لك اللي هو عدد معين من السيارات هذا ممكن امر على حسب طبعا النشاط اللي هو مشروعك ترى ممكن انه فعليا ينقذك بشكل جدا كبير ويدخل لك اللي هو ايراد جدا اللي هو عالي، فيقول لك تقييم سلاسل التوريد يساعدك فعليا على فهم المخاطر بشكل افضل واتخاذ اجراءات افضل اللي هو او اكثر اللي هو صارمه لتخفيفها نجي على النقطه الثانيه المنافسين يمكن منافسين من اجمل النقاط اللي فعليا خلتنا الان نتوجه الى زياده اللي هي الايرادات بشكل جدا عالي سابقا مع الحياه الروتينيه ومع انه يوميا احنا نروح ونجي بشكل اللي هو جدا سريع ما صار عندنا نقطة دراسة المنافس بشكل اللي هو جدا عالي فأتذكر لما كنا نقدم برامج تدريبية في مجال في المركز كنا لما نسأل عن المنافسين تقول لك أنا مثلا ما عندي أحد من المنافسين أنا بس الشخص الوحيد اللي يقدم هذا المنتج فما يكون رائد الأعمال أو ما يكون نفس اللي هو المالك للمنشأة مطلع على كثير المنافسين حاليا لا صار منافسين قدامنا احنا نشوفهم نعرف نقاط ضعفهم نعرف نقاط قوتهم نعرف كيف يسوقون نعرف كيف يبرزون انفسهم نعرف كيف تواصلهم في وسائل التواصل الاجتماعي ولما اقول وسائل التواصل الاجتماعي هنا يعني يبغى لي انه انا اتعمق زياده في هذا الموضوع سواء من ناحيه عملائي او عملاء اللي هم الاشخاص الاخرين يقول هنا فيه نقطة كثير مهمة انه في اشخاص يقول لك انا ما احب وهذا مرت علينا كثير في المركز السابق انه يقول لك انا ما ادخل في وسائل التواصل الاجتماعي لانه العملاء احيانا يعني يتحدثون او او يسيئون لمنتجك او يتكلمون عن منتجك فافضل لك انت خليهم يجونك للمحل وياخذون ويعطونك اللي هي الانتقادات ويمشون اللي هو بشكل سريع احنا دائما نقول كتابة الردود الإيجابية أو اللي هو الرد الدبلوماسي مع العميل في وسائل التواصل الاجتماعي أمام اللي هو جميع مرة مساعد لك لخلق صورة ذهنية اللي هو جدا رائعة لذلك المنافسين لابد إحنا دائما نعتبرهم من نقاط اللي هي الإيرادات اللي هي بالنسبة لنا ممكن تلقي مثلا منافسين متعثرين ممكن تدخل في اندماجات معاهم ممكن تكون مورد بالنسبه لهم فمو بضروري احنا دائما المورد بالنسبه لنا اللي هو عدو بالعكس هم اصدقاء عندنا هذه من اهم المخاطر اللي صارت وتقدر تزيد اللي هي ارباحك اللي هي خساره افضل اللي هي الموظفين في كثير من الشركات قالت موظفينها مع السلامه باي باي احنا ما نقدر ابدا رواتبكم عاليه ولا ادخل في ساند وخلاص وانتهينا متى ما رجعت ورجعت فهذه فرصه اللي هي بالنسبه لي انه يجيني موظف فاهم وعارف في نفس اللي هو المجال اللي انا موجود فيه فهذا فيه اللي هو التغيير لكن مهم جدا انك انت تسوي اعاده تقييم اللي هي للاجور مو بالضروره انه انا بس استقطب المجرد اللي هو الاستقطاب لا انا ابغى استقطب بما يتلائم مع مصلحتي انا الشخصيه او مصلحه اللي هو المنشاه الداخليه اللي موجوده عندي في عندنا باقي محورين ان شاء الله نكفينا اللي, اللي هو الوقت للحديث عنها بنتكلم عن الان عن افكار معينه وهي مجرد اللي هي افكار سواء طبقتها على مجال اللي هو منشاتي او طبقتها على المنشآت اللي أنا تعاملت معاها، وممكن يكون فيه آه آه خلينا نقول أفكار عندكم اللي هي أخرى تتلائم مع منشأتكم، أو أفكار أنتم طبقتوها، فاكتبوها لنا في الـ Q&A، كيف أنت قدرت تزيد اللي هي من مصادر إيرادات اللي موجودة عندك. أول نقطة مهمة اللي هي بالنسبة لنا نقطة اللي هي بيع الأصول اللي موجودة عندك. قلنا قبل شوي أدوات أنت ما تحتاجها وأصول أنت ما تحتاجها ممكن أنك أنت تستغني عنها بشكل اللي هو جدا كبير، فهذه نقطة بتساعدني على موضوع أنه أنا كيف أزيد الإيرادات اللي موجودة عندي، فهنا ما يكون الأمر عشوائي، هنا لابد أنا أجلس مع فريق الإدارة اللي موجود عندي أو مع اللي هو الإدارة المالية وأتحدث اللي هو بشكل أساسي عن هذا الموضوع، هذه أول نقطة. نطر الاثنين الدخول في الاسهم وهنا لابد اني انا اكون مطلع او انا استشير اشخاص في هذا الجانب اذا ما كانت عندكم تجارب سابقه لان قله من الاشخاص اللي هم ما عندهم خبره في هذا جانب فالدخول في هذا الاسهم خاصه انه الان مجال اللي هو الاسهم في بعض اللي هي الشركات المعروفه مهم هو مخاطره على حسب اللي هي الشركه اللي انت تدخل فيها خاصه لما تكون الشركه حكوميه فانت هنا بالسيف سايد اوكي فهنا نقطه كثير اللي هي مهمه اذا كان عندك اساسا كاش انت حاليا ما تحتاجه فممكن انا ادخل دائما اقول لك لا تضع البيض في سله واحده ممكن انا ادخل بجزء اللي هو من المال انا احطه لمده شهر شهرين ثلاثه شهور مثل ما شفت انه هذا السهم ارتفع ممكن انا ابيعه ويكون بالنسبه لي مصدر من مصادر ايرادات بدل ما صار هذا المبلغ موجود في الحساب ممكن انا اتصرف فيه. في بعض الاشخاص يقول لك لا يعني انا اذا والله او الزياده في الايراد ممكن تكون مثلا 20 ثلاثين الف او خمسين الف على حسب اللي راس المال اللي انت حطيته فهذه ممكن انا اجيبها من الايرادات العاديه طيب زياده الخير خيرين فاحنا نتكلم عن الافكار مو شرط انك انت تنفذها بس أهم شيء لا ترفضها. إحنا دائما نقول الأفكار كل ما رفضتها أو كل ما كان عندك مبدأ رفض الأفكار ما كان عندك اللي هو التجديد. فيقول لك لا ترفض الأفكار بحجة الإنجاز هناك أفكار تزيد إنتاجية. هذه نقطة اللي هي كثيرة يمكن كاركتير أتوقع مر على الكثير اللي هو منكم لما كان في شخص مع عربة والعربة مليانة حجر وما فيها طبعا اللي هو العجلات. فكان يسحبها وكانت الأرض مرة وعرة فكان لما يسحبها طول الوقت هو تعب تعبان يمكن هذا يوصف بعض اللي هو حال اللي هو رواد الاعمال انه طول الوقت هو تعبان والى آخر بس انت جيت مره قليله ولا يجيه الربح بعد اللي هو عناء جدا عالي، فكان جاء شخص ثاني وعطى عجله، اوكي؟ الكفر على اساس يحطها في العربيه وتمشي بشكل اللي هو جيد، فقال لا 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 شكرا شكرا يعني احنا مشغولين لا لا تجينا وتزعجنا وش العجله اللي انت معطيني اياها، لو اخذ العجله فعليا وركبها في العربه بتمشي اللي هي عندك العربه بشكل جدا عالي، فاحنا دائما نقول لا ترفض الأفكار، مو شرط تقبلها بس لا ترفضها. خلها في بالك، تحدث عنها، تصفح عنها، اقرأ عنها، ادخل تويتر، تويتر حي يعني يغنيك اللي هو بشكل جدا كبير خاصة انه هناك في آراء كثير اللي هي متعددة ما بين معارض ما بين مؤيد فأنت بإمكانك يعني تطلع على هذا الجانب. ممكن تدخل في التدريب المتخصص، وهذا فكر مرة دارج اللي هو حاليا بس قلة اللي دخل فيه. يعني أفترض انه انا عندي مثلا كافي اوكي وانا بارستا وكويس والى اخره فممكن انا ادخل في التدريب في هذا الجانب مو مقصود التدريب انه انا اجلس واتكلم الان زي مثلا دوره تدريبيه واقول يلا اوكي جاني اللي هو مصدر اموال لا هو التدريب المتخصص في نفس المسار اللي انت موجود فيه انا والله في المسار الاداري او في مجال اللي هو المطاعم او انا في مجال اللي هو الكافيهات او انا في مجال اللي هو المدارس اذا كان مثلا الان المعلمين وترند اللي هو التطوير المهني اللي الآن اللي هو هابين فيه ممكن يكون هذا من الأشياء اللي موجودة عندي ممكن أنا أدخل فيها عشان أنوع مصادر الدخل اللي موجودة. أيضا عندنا نقطة كثير مهمة اللي هي الاستشارات. إعطاء الاستشارة لأشخاص من نفس الجانب اللي أنا موجود فيه أو من واقع اللي هي الخبرات اللي أنا موجودة فيها أو حتى نسميها استشارات أو ممكن نسميها اللي هو إرشاد لو كل واحد اللي هو منفصل عن الآخر بس تعتبر اللي هي من مصادر الإيرادات اللي ممكن أنا أسويها. أنا الآن الحمد لله أموري ما هي متعثرة وكويسة وإلى آخره لكن في عندي شخص اخر من نفس النشاط متعثر فممكن انه انا اجلس معه زي جلسه اللي هي الاستشاره طبعا كل جلسه استشاره اللي هو لها مبلغ معين في الساعه فممكن انا استفيد من هذا الجانب ايضا عندنا نقطه التطوير للمشاريع المتعثره يعني الامر اكبر من نقطه انه انا امسك دوره تدريبيه او امسك في موضوع اللي هو الاستشاره أنا أمسك اللي هو تنظيم مشروع معين أنا أشوف أنه متعثر وأمسكه من أي تو زد كل حاجة أنا أمسكها مع بدءاً من الإدارة من المالية من التسويق من عمليات التشغيل اللي موجودة عنده من وسائل التواصل الاجتماعي وخلافه من هذا الموضوع فأمسك اللي هي منظمات باعتبار أنه أنا أموري كلها جيدة أو إذا كان مشروعي متوقف حالياً وأنا عندي إدارة جيدة أو عندي خلينا نقول مرة عالية في موضوع تطوير اللي هي المشاريع ممكن أني أدخل في هذا الجانب. العمل عن بعد أو اختيار آه خلينا نقول آه بعض الوظائف او بعض اللي هي المصادر اللي ممكن انا اعمل فيها عن بعد جدا اللي هي ممتازه زي مثلا احنا تكلمنا قبل شوي موضوع عليه هو الكوتشنج انا اتذكر في شخص تحدث عن فكره بسيطه جدا لكن يقول لك هو طبعا مصمم يحكي عن تجربته اللي هو الشخصيه يقول لك انه انا دخلت في امازون، طبعا بعيد عن اللي هو الحادثه اللي صارت لهم، يقول لك دخلت في امازون هو مصمم طبعا جرافيك، اعطيتهم بس بعض اللي هي الرسومات اللي انا يعني صممتها او بعض التصاميم اللي انا صممتها وحطيتها اللي هي في الموقع، فكل شخص يطبع هذا التيشيرت يعتبر اللي هو بالنسبه له زياده في الايراد اللي موجوده عنده، يقول توقعت انه هذا الامر جدا عادي لكن تفاجات انه فعليا جالس يدخل اللي هو مصدر عندي دخل جدا عالي او ممكن يكون العمل عن بعد اللي هو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والان نشوف وسائل التواصل الاجتماعي كيف جالسه تدخل مبالغ ما شاء الله يعني جيده اللي هو لمشاهير التواصل الاجتماعي وحاليا المجتمع صار عنده وعي اكبر على موضوع من يتابع فلو انت عندك محتوى رائع يختص في نفس اللي هو مجالك نرجع نقول في اي القطاعات اللي موجوده فممكن يكون هذا من الاشياء الجيده اللي احنا نعملها ممكن الدخول في مشاريع جديده مشروعك خلينا نقول انت ترى انه الان متوقف او انت الان ترى انه ماشي بوضع اللي هو افقي ما هو بصاعد ولا اه نازل فممكن انا ادخل بمشروع اللي هو جديد زي ما قلنا احنا عندنا ثمان ساعات الى ست ساعات احنا فاضيين مساله انه انا 12 ساعة هذه كلها في العمل هذا في استنزاف احنا دائما بنسميها الجهد الفاتر انه طول الوقت انت تعمل بشكل هو جدا عالي فممكن انا ادخل في مشاريع جديدة ما راح تاخذ اللي هو مني وقت يمكن ساعة إلى ساعتين اللي هو فيه اليوم، ممكن يكون مصادر الإيرادات إنه أنا أجيب منتجات مواكبة وحديثة والآن شفنا ترند الكمامات وكيف كل واحد قام يبتكر في هذا الجانب، وصلت أسعار جداً فلكية يعني اللي هو الكمامات سواء اللي هو الطباعة عليها أو مثلاً أخذ اللي هو جزء من اللي هو الوجه او ملامح اللي هو الوجه والطباع عليها انا ما شفتها بشكل كبير يمكن شفتها فقط في دوله الهند في السعوديه الى الان اللي هو ما شفتها فاستحداث منتجات او مواكبه منتجات جديده مو بشرط انها تكون في نفس اللي هو مساري ممكن انا مساري غير وهذا اللي هو شيء غير لكن هذا تعتبر من اللي هي الايرادات اللي ممكن اني انا اتوجه لها تنويع قنوات التوزيع وهذه نقطة كثير مهمة وهنا يبغالي شوية أرجع على نقطة اللي هي إعادة تهيئة نموذج العمل التجاري وأتوقع حالياً إيه أستاذ بندر عند اللي هي تكييف نماذج العمل او اي تكييف نماذج العمل لمرحله استعاده اللي هو النشاط فاي ثينك انه حيتكلم عن نموذج العمل التجاري وكيف احنا نغير من قنوات اللي هي التوزيع طبعا احنا نعرف قنوات التوزيع مباشره وغير مباشره فالتنويع اللي هو في الغير مباشر مره راح يساعدني لزياده اللي هي الايرادات بلس الاستفاده من العروض التمويليه لاحظ الان بنوك الجهات الحكوميه او وحتى المستثمرين لاموالهم اللي هي راكده فجالسين يعطونك اللي هي عروض تمويليه ممكن تستفيد منها في حال انك انت تحتاج احنا دائما نقول قبل اي تمويل او قبل دخول اي مستثمر معك او ممول لابد انك انت تدرس هذا الشيء بشكل اللي هو جدا اساسي وفي توقع حلقات سابقه او دورات سابقه في اليوتيوب تكلمنا عن انه من الشريك الناجح اللي ممكن انه انا استفيد منه خلال هذه الفتره سواء كان اللي هو شريك عندي حكومي او شريك اللي هو خاص تقليل المساحة المكتبية وما أدراك ما تقليل المساحة المكتبية يعني هذا من أهم الأشياء اللي ممكن أنها تزيد عندك اللي هو إيرادات لا تقولي لا والله تقليل المساحة يمكن أحتاجها يمكن هنا بمجرد ما تقولي يمكن أنا أقول لك ارجع مرة ثانية سوء إعادة اللي هو ترتيب على هذا الجانب فتقليل المساحة حيقلل عندي كثير اللي هي من التكاليف حيخلي عندي اللي هو تركيز جدا أفضل ممكن أنا ما أحتاج هذا المعرض الكبير الطويل العريض في منشأتي حاليا العمل عن بعد الآن أو خلينا نقول الاستثمار عن بعد او رياده الاعمال عن بعد صارت خيار جدا جيد، لازم يكون عندنا مكتب بس مو بنفس المساحات اللي هو السابقه، طبعا على حسب اللي هو نشاطك اللي موجود فيك على اساس ما يصير في عندنا اللي هو رفض الافكار للجميع، بلس عندنا تقليص اللي هو الموظفين او تقليص عدد الموظفين هذا عندك حيقلل التكاليف، حيزيد عندك اللي هي الايرادات، شيء انت تقدر تسويه واي نوت تسويه. شيء تقدر تستعين فيه بالتقنيه يعني مثلا والله لو انا عندي موظف بس مهمته انه مثلا يدير اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي ممكن انا اتعاون مثلا مع مكتب تسويق او ممكن انا استخدم اللي هي بعض الادوات اللي موجوده التسويقيه في ارسال اللي هو التغريدات او ارسال البوستات في الانستغرام او ارسال مثلا ايميلات زي ميل الى آخر من المواقع ممكن انا استعين بهذا الشيء واقلل اللي هو نسبه الموظفين عندي اذا كانت منشاتك فعليا التقليص بالنسبه لها مفيد زي ما ذكرنا الاستعانه بالتقنيه هذا الامرين خلينا نقول مرتبطين في بعض اللي هو بشكل جدا كبير فبتساعدني على موضوع اللي هو تقليص التكاليف او تقليص سياسه التكاليف وزياده الايرادات تحويل منشاتك الى علامه امتياز يمكن سمعنا كثير في التويتر من كثير اساتذه في مجال اللي هو علامه الامتياز انه احنا نتمنى وطبعا هيئه منشات مشكوره في هذا الامر في بوابه خاصه فقط في الامتياز اللي هو التجاري ممكن احنا نطلع عليها بشكل هو جدا عالي، فتحويل مشروعك إذا أنت تشوف أنه مشروعك مرة ممتاز ومرة رائع ومرة جيد، أنه أنا أحوله من مشروع عادي إلى اللي هو مشروع بامتياز اللي هو تجاري، فهذا تعتبر من مصادر الإيرادات اللي هي بالنسبة لك، خاصة لما أنت تكون مانح ما تكون أنت اللي هو ممنوح، فهذه نقطة كثير مهمة، وأتوقع غالبية اللي هو المشاريع عندها الجاهزية لكن إلى الآن ما ركزت على اللي هو هذا الجانب بلس استهداف اللي هي شريحة جديدة عمرك أبدا ما حطيتها في بالك وإحنا دائما نقول كل مرة لما أنت تشرح اللي هو قائمة العملاء راح تلقى في اشياء جدا عظيمه انت غافل اللي هو عنها، لو تركز بس فقط في فئات دائما مظلومة في مجال اللي هو المشاريع فئة اللي هي عمر عشر سنوات إلى عمر خمسة عشر سنة ستة عشر سنة هذه مشاريعهم تراهم من أكثر الناس اللي هم المسوقين بالنسبة لك ولو آمنوا في منتجك أو لو اقتنعوا في منتجك ما تتخيل كيف عندهم هبة الترند اللي هي جدا عالية ففي آخر إحصائية أو في اخر كتاب سمعته عن من اعظم المسوقين بالنسبه للمشاريع الخاصه فينا ترى عمر اللي هو العشره الى عمر اللي هو 16 سنه هم اللي عندهم انتشار اللي هو جدا عالي، بس على سبيل المثال في هذا الجانب هم اللي فعليا يزيدون ايرادات عندك، كانت احد الـ يعني الـ الصغار اللي موجودين في المنزل تتحدث عن مشهور معين قالت لي انه خاله ما تعرفين هذا الشخص؟ قلت لها لا انا ما اعرفه ولا قد مر علي اسمه. لما دخلت على قناته في اليوتيوب فقط وجدت عدد المتابعين له من هذه الفئه 45 مليون متابع، فهنا عرفت انه احنا وهذه الفئه نمشي في خط كذا موازي، احنا ما احنا متقاطعين مع بعض، هم لهم حياتهم احنا لنا حياتنا، انا اتكلم عني انا كساره في مجال اللي هو الاستثمار، فهذه فئه ترى مره جميله، يعني 45 مليون لشخص واحد وشخص ما هو يعني ظاهر وجهه ولا الى اخره تعتبر بالنسبه لي نقطه مره عاليه في موضوع زياده الايرادات اذا استهدفنا احنا هذه الشريحة إذا كان عندك عمالة ممكن أن يكون عندك اللي هي إعارة الموظفين عن طريق اللي هو برنامج أجير زي ما تحدثنا عن قنوات اللي هي التواصل الاجتماعي ممكن تكون مصدر اللي هو بديل بالنسبة لك والقائمة تتسع إلى كثير اللي هي من الأفكار انتهى الوقت أتمنى يا رب أنه أثريتكم لو بجزئية جدا اللي هي بسيطة هذا الجانب نتمنى فعليا أن احنا أه خلينا نقول تحدثنا عن حاجة تلامس فعليا أه مجالاتكم أه أنا دائما أقول لو أنت استفدت بنسبة 5% 10% من هذه الورشة التدريبية يعتبر بالنسبة لي كسارة جدا كافي ووافي لأنه 45 دقيقة أنك تجلس وتسمع ورشة تدريبية هذا أمر جدا اللي هو عالي، أتمنى فعليا أنه احنا نطبق بعض اللي هي الأفكار، الأشياء اللي تحدثت عنها كلها طبقتها في واقعي فأتمنى أنه تكون مفيدة بالنسبة لكم، شكرا جزيلا لكم و وكنت سعيد ان شاء الله وانجازات رائعه بالنسبه لكم شكرا جزيلا لكم التدريب انك تدرب الاخرين يا زينب انك تدربين الاخرين على الاشياء اللي انت متخصصه فيها زي لما قلنا انت تكونين باريستا او تكونين مثلا شيف او الى اخره ممكن تدربين اللي هو الاشخاص اخرين شكرا جزيلا لكم نتمنى يا رب نشوفكم في افضل حال في الدورات الاخرى شكرا جزيلا